وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ثم أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ويتابع تنفيذه فرع الوزارة بمنطقة القصيم، ويشرف عليه عمليا إدارة المساجد في محافظة الرس، فجزى الله الجميع خيرا. والحقيقة أن بودي أن المتكلم غيري، لكن المسلمون يقوم بذمتهم أدناهم. فعنوان هذا اللقاء: دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية الإخوان والسرورية. وإن كنت الحقيقة أميل إلى عدم تسمية الإخوان المسلمين بهذا الاسم، لأن اسمهم الشرعي المتوارث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، هم الخوارج، ولكن من باب التلطيف سموا بهذا الاسم. فلدي أربعة محاور سأذكرها، ثم بعد ذلك أترك المجال لأربعة محاور أخرى لفضيلة الشيخ صالح. المحور الأول: الحث على الاجتماع والسمع والطاعة وبيان أساليب الجماعات في هدم هذا الأصل العظيم. فقد فرض الله جل وعلا على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم جماعة المسلمين فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كره لنفسه كرهه لهم، فهم جسد واحد، وهم قطعة، وبل وهو قطعة منهم. وكما أن ربنا تبارك وتعالى أمر بلزوم الجماعة، كذلك نهى كل مؤمن بالله واليوم الآخر عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها. وربنا الحكيم الخبير لم يأمر بالجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها. فيها يعبد المسلم ربه آمنا، المستضعف في كنف الجماعة قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد فسر حبل الله بعدة تفسيرات، ففسر بكتاب الله، وفسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسره بالجماعة، فقال: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ورحم الله الإمام الورع الزاهد عبد الله بن المبارك حيث يقول: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة، يعني لولا
وجود الحاكم ووجود الولاية، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، والواقع يشهد بذلك. إذن فلت الأمل. الفرقة والاختلاف والتنازع يضعف المسلمين وتذهب معه دولتهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ودولتكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم الذي هو لزوم الجماعة، هذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وألا نتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه، ومما عظم الذم لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. انتهى كلامه. ولقد بيَّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فضل الجماعة ووجوب لزومها في أحاديث كثيرة يطول المقام لذكرها، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا بخلاف ما عليه أصحاب التوجهات الفكرية المنحرفة كجماعة الإخوان بين قوسين الخوارج، وما تفرع منها من السرورية وما يغذيها كجماعة التبليغ، فهي اعتبار جماعة التبليغ روضة لإعداد هؤلاء، وكثير ممن فجروا تجد أساسهم قد تخرج ومر بهذه المرحلة. فإن قلوب القوم جميعاً ممتلئة غلاً وغشاً ومجتهدون في هدم هذا الأصل وفك هذه اللحمة. وأنا أعلم علم اليقين أن البعض سيستغرب يقول: جماعة التبليغ أجواد وكذا. أنا ما أتحدث عن الأتباع، الأتباع ربما يكون ذلك مغرر بهم، لكن أتحدث عن الأصل الذي قامت عليه الجماعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية وكان مما قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين المنتظمة تحت إمامهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن أشهر الأحاديث التي تروى في هذا المقام حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يعتبر أساس من أسس الإسلام في بيان الجماعات والتحذير من انزلاق في محيطها. يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس صافياً، ليس واضحاً، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغيري، ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها،
فقلت يا رسول الله صفهم لنا، نريد أن نعرف حقيقة هؤلاء وصفتهم. فقال هم قوم من جلدتنا، ليسوا ناس غرباء، أسماءهم محمد وصالح وعبد الله، ليسوا غرباء. قال نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا الشاهد. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهنا وعند هذه الإجابة النبوية الجلية تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة. فالسمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله، وكذا تحريم الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، أمر محدث ومنكر. قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وعيد شديد مما يدل على أن صاحبه ارتكب جرما عظيما وهو تفريق الجماعة والتشويش عليهم. فالاجتماع والائتلاف أصل من الأصول الاعتقادية لأهل السنة والجماعة. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة، والإخوة الذين درسوا في كلية الشريعة مرت عليهم، ويقول ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ومن خير الأمثلة التطبيقية السلفية ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمن الدولة الأموية، فقد تبنى بعض ولاة بني أمية في زمن الإمام أحمد عقيدة ومذهب المعتزلة في القول بخلق القرآن، مسألة عقدية يعني ليست أمر بسيط، وحملوا الناس عليها بالقوة، بل وقرروا تدريس القول بخلق القرآن في الكتاتيب، يعني المدارس للأطفال الصغار في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظام. فكيف كان موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه مع هذه الفتنة ومع أولئك الولاة؟ إنه لم ينزع الإمام أحمد الهوى، ولم تستجيشه العواطف بل العواصف، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى. ثبت على الأمر الأول، فأمر الناس بطاعة ولي الأمر وبجمع العامة عليه، ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسيرة السلفية، وفي وجه من أراد الانسياق وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يقول حنبل وهو ابن الإمام اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، وقالوا إن الأمر قد تفاقم، وقد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم يعني حاورهم، ناظرهم الإمام أحمد وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. هكذا هكذا الشرع والعقل، لأن الثورة على ولي الأمر ليست بالأمر السهل، يترتب عليها سفك الدماء وحصول الفوضى والاضطراب، والأمثلة من واقعنا موجودة في كثير من البلاد التي انفلت فيها زمام الأمن، حتى أن بعضهم يتمنى ذلك الحاكم الذي تم إسقاطه ولو كان ظالماً جائراً، لما رأوا من الفظائع والمصائب وغير ذلك. فليحذر، أقول
ونحن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية لدينا إمام وولي أمر هو خادم الحرمين الشريفين، ولدينا جماعة منتظمة ولله الحمد مع ولي الأمر، فلنحذر من دعاة الزيغ والفتن، وليحذر شباب المسلمين من الأفكار المنحرفة والسبل المعوجة التي والله لا يترتب على وجودها إلا الأضرار الجسيمة والأخطار العظيمة التي تجني على أربابها وغيرهم، الويلات والفضائع التي نلمسها ونشاهدها بين وقت أو آخر، أرواح تهدر ونفوس تزهق ومؤمنون يفجعون وأموال تدمر وتهلك، وليس من وراء ذلك نتيجة إلا إيذاء عباد الله وانتهاك حرمات الله ومفارقة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني طبعاً، وكلكم عايش التفجيرات من عام 1416 إلى آخرها، ما الذي حدث حتى أن بعضهم يأتي إلى هذا المركز الأمني ويفجر نفسه فيهلك ويهلك معه هؤلاء الذين ما وقفوا في الطريق رجال الأمن إلا لحراسة أمن الجميع ولحماية أمن الجميع، فما ذنبهم؟ لكنه الضلال والانحراف، وتجد وللأسف من يسميهم شهداء هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم، بل بعضهم قتل أمه وأباه وقد أعلن ذلك. المحور الثاني بيان أثر توجه جماعة الخوارج الإخوان والسرورية الفكري وانحراف مسارهم الدعوي الذي يتقاطع من منهج وعقائد الخوارج في كثير من المرتكزات. هناك أصلان أيها الإخوة، من اتصف بهما فهو خارجي، هناك أمرين، من اتصف بهما فهو خارجي وإن تخرقت جبهته من السجود. الأول عدم التورع في التكفير، يعني يكفر على طول الخط، الحاكم الفلاني كافر والعالم الفلاني كافر، وقد يظن البعض أن هذا نوعاً من المبالغة، لا والله، بل هذا حقيقة. في المناصحة قال أحدهم الموقوفين قال: أما ابن عثيمين فلا شك عندي في كفره، وقال وأما ابن باز فلا زلت متوقفاً، والله سمعي بأذني. هذا من أين أتاه هذا؟ لا شك أن هناك تغذية وإعداد زرع في لحمه ودمه، ووضعت حواجز حتى لا يسمع من فلان ولا فلان، حتى خرج وكأنه قذيفة يدمر من أمامه. إذن الأول موضوع التكفير، والثاني الخروج على جماعة المسلمين وولي أمرهم، وهذان الأصلان من أسس ومنهج الإخوان المسلمين عامة والسرورية خاصة. فلقد نشأت الأحزاب والجماعات والفرق منذ بداية الإسلام، يعني ليس نشوء مثل هذه الجماعات جديد، نشأت الأحزاب والجماعات والفرق منذ بداية الإسلام، وكان لها أثر سيء في الأمة. فمن أول تلك الأحزاب حزب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر في زمان عثمان رضي الله عنه، ثم نشأت الفرق كالمرجئة والشيعة والمعتزلة، وكل هذه الفرق نشأت في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالوا يخرجون في كل زمن يفرقون الجماعة ويضربون المسلمين بعضهم ببعض، أمثال فرقة الروافض المجوس وأفراخهم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، كذلك من الجماعات الإخوان المسلمين وفراخهم من السورية والصوفية والتبليغ وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم أن يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على أو إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟
قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ففرقة السرورية منشقة من رحم فرقة الإخوان، بل وتعد من أشدها خطورة لأمور كثيرة. الأمر الأول: تظاهر مؤسسها وتلاميذه وأتباعه، تظاهروا بالعقيدة السلفية من خلال تدريس كتبها وتقريرها ودس السم في العسل في منهجهم الحركي، مما جعل باطلهم يروج على كثير من الأغمار. ولكن هذا الأمر بحمد الله لم يمر بسلام، لا على العلماء الراسخين ولا على حكام بلادنا، فلم تنطري ألاعيبهم عليهم. وللأسف يوجد الآن من يقول لشبابنا: خذوا العلم عن فلان، لكن المنهج لا تأخذونه منه، خذوا العلم من فلان في الفقه والتوحيد وإلى آخره، لكن المنهج الدعوي لا تأخذونه منه. هذا يعتبر مؤسس أو مروج لمنهج الخوارج. والسرورية نسبة إلى مؤسسها محمد سرور بن زين العابدين، وكان من الإخوان، ثم انشق عنهم وكان يقيم في المملكة العربية السعودية، حيث درس في معهد بريدة، ثم انتقل إلى الأحساء، ثم إلى الكويت، ونشر سمومه، وبدأ نشاطه القطبي فيها، واستطاع في المملكة، واستطاع أن يكون له أتباع كثيرين في كل الأجهزة، وأسس جمعيات حزبية تحت شعار العمل الخيري والنفع العام، ثم انتقل لإقامة في بريطانيا. فالسرورية جماعة تشكل خطرا، ولهم عدة أساليب لإخفاء باطلهم ومآربهم، منها أنهم يقومون بإخفاء محاسن ولاة الأمر ليوهموا الناس أنه ليس عندهم شيء من الخير فيكرههم الناس، وإذا حصل من ولاة الأمر شيء من الخير شككوا في نياتهم، فقالوا إنهم يفعلون ذلك لمقاصد أخرى مثل الحفاظ على ملكهم ونحو ذلك. كذلك إظهار معايب ولاة الأمر والتشهير بهم في الميادين العامة وعلى المنابر، وتذكرون ما الذي مر على المنابر في حقبة مضت قبل أن يصلح الأمر. ومنها تبني جراحات المسلمين، فيظهرون أمام العامة أن الأمة الإسلامية مصابة في كثير من البلدان، وأنهم هم الذين سيتولون نصرة هذا الدين، فيتجاوزون بذلك ولاة الأمر ليظهروا أمام الناس أنهم أنصار الدين، وأن ولاة الأمور قد قصروا في نصرة المسلمين، فينتج عن هذا أن يفتح لهم الجميع باب التبرعات. وكم انخدع من الناس بهم، وكم جمعوا من الأموال. وأما وجه التشابه بين منهج الإخوان ومنهج الخوارج فمن عدة أوجه. الوجه الأول: عدم التورع في التكفير، هذا عند الخوارج وعند الإخوان، عدم التفصيل في موضوع تكفير من حكم بغير ما أنزل الله، بل يعطون حكم واحد وهو التكفير مطلقاً. ولا يخفى كلام ابن عباس في هذه المسألة أنه يختلف باختلاف نية هذا الحاكم. كثرة ولوغهم في دماء أهل القبلة، والتعطش الشديد لإراقة الدماء، وما أعمال داعش عن أذهاننا ببعيد. اشتراكهم في استحلال دماء أهل الذمة، إسقاط العلماء وتشويه صورتهم عند الأتباع، عدم وجود العلماء فيما بينهم، مثقفين أصحاب أفكار، أما العلم المؤصل شرعي ليس عندهم. ثم حدثاء الأسنان وخاصة الرعاع والأتباع، هل رأيت أحد المفجرين عندنا عمره 50 سنة؟ 16 17. ولذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم:
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. كذلك عدم الندم على أفعالهم وأنهم يرونها من القربات، وأنهم يرونها من القربات. اللي فجر في الأحساء في المسجد يضغط زر التفجير ويقول عجلت إليك ربي لترضى، وهو أهلك عدد من المصلين. واللي فجر في ساحة الحرم المدني المسجد النبوي كذلك جاي للدور ما عند الله، هنا تفجر وتقتل المسلمين. فلا بد يا أخوان أن نصحي، لا بد أن ندرك أنه ليس كل بيضاء شحمة وليس كل سوداء فحمة، لننتبه ما دام الأمر بالإمكان قبل أن تنفلت الأمور. هجران الجمع والجماعات خاصة من زعمائهم الكبار، كان سيد قطب لا يمكن أن يصلي الجمعة ولا الجماعة، وبعض من عندنا لا يعرف الذهاب إلى الحرم، يقول حتى يتحرر. يتحرر ممن يتحرر؟ من دولة التوحيد؟ هذا فكرهم. وللأسف الشديد تسمية خروجهم على حكام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتقادهم أن قتال المسلمين من أوجب الواجبات. أخيراً الدندنة على موضوع الأموال. أول خارجي في تاريخ الإسلام ذو الخويصرة التميمي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال اعدل يا محمد فإني لا أراك تعدل. قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتدرون وش اللي يساوي هذا؟ هاشتاج الراتب ما يكفي، هاشتاج الراتب ما يكفي. هذه شبيهة ووليدة لها تماما. جاء رجل الحسن البصري قال ما تقول في الخوارج؟ ما تقول في الخوارج؟ قال طلاب دنيا. قال كيف تقول طلاب دنيا وأحدهم يستقبل الخنجر في صدره ويخرج من ظهره؟ قال إني سائلك عن الحاكم، هل منعك من الصلاة؟ قال لا. قال هل منعهم من الزكاة؟ قال لا. هل منعكم من الحج؟ قال لا. قال إذن أنتم طلاب دنيا، ما دام أنه ما منعكم من هذه الأشياء أنتم طلاب دنيا. فإذا قال اعدل يا محمد تماما. مر فترة يصل إلى ترنت إلى الملايين، الراتب ما يكفي، حتى من عقلاء تعتب عليهم. إذن هدفه مادي. ترى العناصر طويلة، تبي تأخذ استراحة لأنهم ربما ملوا من صوتي، تأخذ استراحة تعطينا عنصرين ونبدأ، رأيك؟ نعم. طيب أخلص هذا، أخلص العنصر الثالث ويبقى الرابع بعدما ننتهي. العنصر والمحور الثالث بيان مكانة العلماء الراسخين في العلم ووسائل جماعة الإخوان والسرورية في تنقصهم وتقليل مكانتهم. العلماء يا إخوان هم ورثة الأنبياء، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته. العلماء هم هداة هذه الأمة في أصول الدين وفروعه وفي أمور العبادات والآداب والمعاملات، فحقوقهم على الأمة عظيم. العلماء هم الذين جعلوا القرآن عدتهم والسنة النبوية حجتهم والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإليه نسبتهم. العلماء هم أمناء الله من خليقته والمجتهدون في حفظ ملته، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، ينفون عن كتاب الله انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى. العلماء هم حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، أنوارهم زاهرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة. العلماء هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان
بنشرهم للعلم تحيا قلوب أهل الإيمان وتموت قلوب أهل الزيغ والعصيان. بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والصلاح من الفساد. مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في الظلمات، إذا انطمست النجوم تحير الناس، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا بلا التباس. فلله درهم وعليه أجرهم، فما أجمل ذكرهم وأحسن أثرهم. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال قد هدوه، وكم من شبهة قد أبطلوها. العلماء رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم، لا يضرهم من خالفهم ولا يفلح من اعتزلهم، فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل. فعلى الناس أن يحبوا العلماء الربانيين الذين شابت مفارقهم في طلب العلم والدعوة إلى التوحيد، ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم ويدعوا لهم ويشكروهم ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشروا محاسنهم ويغضوا القلب واللسان عن سبهم أو تنقصهم. فمن عادى لله ولياً فقد آذنه بالحرب، وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم، أي وجود العلماء، فيغترفوا من معين علمهم. العلماء هم أهل الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقصدهم الناس فيما يشكل عليهم في أمور دينهم، ولذا أرشد الله إلى سؤالهم وليس سؤال غيرهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع هذه المنزلة لعلماء الشريعة، فقد سعى الإخوان المسلمون بما فيهم السرورية إلى إسقاط كبار العلماء، إسقاط كبار العلماء مثل ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ الغديان، الشيخ محمد أمان وغيرهم. وإليك الأدلة، لأنهم يحذرون من الجماعات ويقطعون عليهم طريقهم ومشروعهم الذي يريدون، ويرون أنها، أي منهج هؤلاء، داخل في الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليبهم في التحذير وإسقاط العلماء عند الصغار والكبار: أولاً، يتهمون كبار العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، يقولون مساكين، هذا ولا مساكين، دراويش ما يعرفون شيء. يتهمون كبار العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يفتون إلا في الذبح أو الذبائح والصيد والحيض والنفاس والوضوء والغسل والمسح على الخفين، أما العلاقات الدولية ما يعرفونها، فكيف نربط الناس بهم؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون، وليس مبالغة. بل قال لي أحدهم عندما قلت له في حياة الشيخ محمد بن عثيمين، وكان يعني يعمل عملا غير سليم شرعا، فقلت: العصر نصلي مع الشيخ محمد، وإن أقر عملك هذا والله لا أشاركك فيه. فابتسم بل ضحك ضحكة ساخرة من الأذن إلى الأذن. هو قال: وش يدري الشيخ محمد، اسأله عن الحيض والنفاس. طيب، هل تفلح أمة تعتقد بعلماء هذا الاعتقاد؟ لا والله، لا والله. ثانيا، قولهم عن علمائنا بأنهم علماء سلطان. ألم تسمعوا بمن قال عن المفتي آل الشيخ، يقول آل الشيخ؟ سمعتم بهذا؟ نعم، نسمع هذا ويكتب في التغريدات وغيرها. قولهم عن علمائنا بأنهم علماء سلطان، وأنهم يفتون بزعمهم بما فيه مصلحة الدولة، إلى غير ذلك من الكلام الذي تعرفونه لتزهيد الناس بكبار العلماء. ومن أساليب السرورية والإخوانية إعلاء سمعة من يسير على طريقتهم: هذا العالم، هذا الجليل، هذا المدرك لدقائق العلم وصغائره، وهو خارجي منتن، فيرفعون قدره ويظهرونه على أنه العالم الزاهد الذي يصدى بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وعلى أنه ربان الصحوة، إلى غير ذلك من الألفاظ، فينخدع بذلك عوام الناس ومن لا علم عنده بما تنطوي عليه سرائرهم.
رابعاً كذلك من أساليبهم لي أعناق النصوص لتوافق أهواءهم، فتراهم يستدلون ببعض النصوص الشرعية التي يحملونها على غير محملها، فيقصدون بالجهاد مثلاً يقصدون به التفجير والتخريب في المملكة العربية السعودية أو غيرها، وكذلك البيعة يدعون إلى البيعة والسمع والطاعة، لكنها ليست لولي الأمر القائم، لا، وإنما لمن له البيعة في الخفاء، وسواء الإخوان أو التبليغ لهم من يبايعون، لا نضحك على أنفسنا، لهم من يبايعون، وكتبهم شاهدة بهذا، كتبهم شاهدة بهذا، لكن بعض الناس سطحي. ومن آثارهم أنه أصدرت مثلا وزارة الشؤون الإسلامية تعميم أنكم تكلمون عن السرورية وتكلمون عن الإخوانية، يأتي أحد الخطباء، لا تخدعنا يا أخي، الحروف تعرف من تحت الأسطر، يقول جاءني تعميم أن أتكلم عن كذا وكذا، يعني ما أنت مقتنع، أنت ترى مكشوفة أوراقك، لماذا تقول جاءني ورا ما تكلم عن عقيدة ويقين وتحذير للمسلمين؟ أنت مؤتمر على هالمنبر، والله مؤتمر ستسأل عن أسئلة عظيمة إذا لم تبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم. جاءني أن أتكلم عن كذا وكذا. ومن ذلك إنكار المنكر، ويقصدون به التشهير بولاة الأمر وإثارة الناس ضدهم حتى يخرج الناس في تظاهرات وفوضى، وتحذيرهم من أن عندهم ورع، يقول لا تتحدث عن أصحاب الأهواء، يا أخي كلهم مسلمين لا تتحدث عنهم، ويحذرون من لا علم عنده، إن هؤلاء القوم أو السلفيين هؤلاء لا يتحدثون إلا قال فلان وقال فلان، يا أخي لأجل نحجب الشر عن مجتمعنا وعن عقيدتنا على أساس أن نسير على النهج الذي قال الله عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خامسا سلكوا مسلك التلبيس والتشكيك ضد من يحذر من أحزابهم، يشوهون صورته، انتبهوا لهذا الرجل لا تسمعون منه، تراه فيه وفيه وتراه مباحث. طيب بالله عليكم من اللي يخشى من أجهزة الأمن؟ اللي يخشى من أجهزة الأمن هو اللي فيه بلاء، ولا اللي واضح الحمد لله نطلع نصلي رافعين رؤوسنا، نروح المكة رافعين رؤوسنا، أنتوا شنت خايفي منه إنك تجلس مع المباحث؟ ولا المباحث يا أخي لولا الله ثم لولاهم لرأيت من المفاسد ما الله به عليه، هم ما ينطون على أحد، هم يصطادون أولئك الأشخاص الذين يضمرون فسادا وضلالا لهذا المجتمع في دينهم وأمنهم. فطريقة الإخوان أنهم سلكوا مسلك التلبيس والتشكيك ممن يحذر من أحزابهم فيشوهون صورته ويثيرون الناس عليه من الشباب والعامة. فلنتمسك إخوتي بالعقيدة السلفية الصحيحة، ولنلزم جماعة المسلمين، ولنسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا بالمعروف وليس بالمعصية، ونجتهد في تربية أبنائنا على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة ولاة الأمر وتوقيرهم والدعاء لهم بالعافية والصلاح وحسن البطانة. يا أخي صلاح ولي الأمر صلاح للجميع، الآن يجي تعميم ادعوا لولي الأمر، من المستفيد بالدعاء لولي الأمر؟ أنا وأنت والمجتمع كله، وبعضهم مع أنهم ليس من السنة رفع اليدين عندما يدعو الإمام إلا في الاستسقاء، لكن بعضهم جهل يرفع يديه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم وفق من وليت أمرنا، ينزل يديه. هذا فيه غبش، هذا فيه بلاء، هذا عنده خلط. لو لم يوجد ولي الأمر كيف نبي نعيش؟ الآن إذا طفت الإشارة شوف كيف يحصل من تصادمات السيارات والفوضى، فكيف قارة نعيش في قارة نحن من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ لو ما في ولاية وش اللي بيصير؟ يا أخي وجود الولاية والله نعمة،
عظيمة لا يدركها إلا من فقدها، إلا من فقدها. بقي آخر محور لعلي دع الشيخ صالح، خلاص يشير أن نختصر العنصر الأخير. المحور الرابع، واسمحوا لنا على الإطالة، وهو دور منسوبي المساجد في التحذير من جماعتي الإخوان والسرورية وكشف انحرافاتهم وخطورة منهجهم وآثارهم الوخيمة. أنا سأختصر الحقيقة دور الخطيب وإمام المسجد خاصة في التحذير من جماعة الإخوان والسرورية وجميع أهل البدع والأهواء وأهل الفساد بالغ الأهمية والأثر، ولذلك أساليب منها القدوة، القدوة. فالخطيب وإمام المسجد ومثل ذلك طالب العلم والمعلم في المدرسة محل القدوة بسلوكهما قبل أقوالهم، فالواجب عليهما ألا يرى منهما ما يخالف العقيدة الصحيحة قولاً وعملاً، وأن يرى منهما النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، والدعاء لولاة الأمور، والحث على لزوم الجماعة والنهي عن التفرق. ومن أوجب ما يجب ألا يرى منهم مشاقة ومفارقة للجماعة ولو بقيد شبر، والحذر من أن يكون لهم انتماء لفرق وجماعات متفرقة متناحرة. يا أخي هالجماعات والله لو فيها صلاح لا صلحت في بلادها. عندنا منهج والله الحمد قامت عليه دولة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التوحيد الصافي أصفى من العسل. قال الله، قال رسوله فيه مسائل، ما فيه أفكار لا من هنا ولا من هنا، واضح. الثاني طبعاً تركنا كلام طويل، الثاني عدم التعصب لغير الحق، فإن خطيب الجامع وإمام المسجد وطالب العلم والمدرس في المدرسة وغيرهم ممن هم محل النظر والاقتلاء لابد أن يكون متجرد للحق طالباً له بدليله، ولا يكون عنده عصبية لجماعة أو شيخ أو رأي، والله اللي مربين فلان، والله اللي مسوي لي، يا أخي فلان ما هو نفعك، اتبع الحق، اتبع الحق بارك الله فيك، فلان لن ينفعك، بل يكون أواباً إلى الله إذا بال له الحق، فإن من كان على ذلك كان أحرى بالتوفيق. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. كذلك فبيان يعني أهمية الأمن ووجوب المحافظة عليه من أوجب واجبات الخطيب والإمام والداعية والمعلم وكل مسلم. لا تنتظر يجيك تعميم، لا تنتظر يأتيك تعميم، أنت هذا المنبر أمانة، أدي هذه الأمانة، فإن الأمن للجميع والإخلال به فساد للدين والدنيا، والعلم بأهميته وجوب المحافظة عليه من الضروريات الشرعية والعقلية، فيجب بيان أهميته وفضل الله علينا بذلك وخطر الإخلال به. فعلى الخطيب والإمام وطالب العلم أن يهتموا ببيان ذلك، وأن الأمن ركيزة أساسية والمحافظة عليه مسؤولية الجميع، والحث على شكر الله على ما نعيشه من نعم، وأن ذلك لا يتحقق إلا بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإقامة شرعه، لأن الأمن نعمة من الله موجب لعبادة الله وتوحيده، فمن وحد الله مكنه في الأرض. وقد أثبتت المراجعات الفكرية مع بعض الموقوفين أمنياً، ترى هذه حقيقة، هذه حقيقة وليست خيالية كما يعني يسلك أولئك الإخوان. أثبتت المراجعات الفكرية مع بعض الموقوفين أمنياً أن سبب جنوح بعضهم فكرياً كان بسبب خطبة إمام مسجد يجهل عواقب الأمور،
وهيمنت عليه الحماسة دون وزنها بميزان العقل والشرع، جعلت ذلك الشاب الذي تم شحنه وزرع اليأس في قلبه يخرج من الخطبة وهو مضطرب العواطف، قد تسرب إليه شيء من اليأس الذي ربما قاده إلى التفكير بأمر لا تحمد عقباه. فبدل أن يكون هذا الخطيب رحمة وسببا لهداية المتلقي وجمع الكلمة بالتأصيل الشرعي، أصبح تأثيره سلبيا وسببا في جنوح ذلك المتلقي. أحد من ذهب إلى العراق وألقي القبض عليه قبل، وهذا من حظه، قبل أن يخرج من الحدود، عندما سئل قال والله أنا طالع من الرياض والله رايح لأهلي بسلم عليهم، وصليت لي مع واحد يوم الفوضية في المنابر تذكرون، وصليت لي مع واحد وهيجنا تهييجا لا أول له ولا آخر، ورحت للمعرض وبعت سيارتي تزوج حتى أروح أقاتل. يا رجل، القتال له شروط والجهاد له شروط، لكن حتى هيج من يتحمل إثمه؟ يتحمل إثمه هذا الخطيب، هذا الخطيب. وكذلك الذين هيجوا شبابنا ويقضون إجازاتهم في أفخم الفنادق يتسابقون على الخيول والدراجات، وشبابنا كم من أمة ثكلى، كم من أم ثكلى فقدت وليدها بسبب تهيجهم، والله يتحملون، يتحملون المسؤولية عن هذا. الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم للحق لا يهدي إليه إلا هو سبحانه. ونستغفر الله إن أخطأنا في شيء.